أهلا بكم في مدارس الإدريس الأهلية. نرحب بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية الصف الخامس الابتدائي Unit 5 Lesson 6 Picnic by the Lake. Picnic by the Lake معناتها نزهة على البحيرة. Unit 5 Lesson 6 اليونت الخامس الدرس السادس My Magazine Picnic by the Lake نزهة على البحيرة. درسنا اليوم يتحدث عن عائلة تذهب بنزهة إلى البحيرة يصطادون السمك ويعطينا هنا مجموعة أسئلة يطلب من عندنا أنه احنا نناقشها بالصف. Think and discusses. السؤال الأول اللي معطينا إياه Do you like picnic؟ هذا السؤال مفروض أسألكم إياه بالصف وأسألكم لكم Do you like picnic؟ هل تحب النزهة؟ To Where would you like to go for a picnic? أين ترغب بالذهاب في نزهة؟ الثالث What food would you like to have? ما الطعام الذي ترغب في أن تأخذه معك؟ راح نبدي نشرح ونقرأ القصة مالتنا. Listen and read. هنا أنا راح أقرأ لكم القصة والمطلوب من عندكم أنه أنتوا تصغون على قراءتي. The family is going on a picnic to lake. العائلة تذهب بنزهة إلى البحيرة. They are going there by car. هم يذهبون بواسطة السيارة. Dad is driving and mom is next to dad. والدي يسوق ووالدتي بالقرب منه. أمل and Tariq are sitting in the back. الأولاد أمل وطارق يجلسون في الخلف. Everyone is happy. كل شخص بالسيارة كان سعيد. Okay. هنا أمل سألت والدتها What's in the picnic bag, mom? ماذا يوجد في حقيبة النزهة والدتي؟ There's lots of food. هنالك الكثير من الطعام. Wait and see. انتظري وشاهدي. الجزء الثالث من القصة أنهم وصلوا للبحيرة. كمل قراءتنا. They get to the lake. هم وصلوا إلى البحيرة. It's a very hot day. إنه يوم حار جدا. And they find a big tree to sit under. وجدوا شجرة كبيرة جدا وجلسوا تحتها. They unpack the picnic bag. هم فتحوا صندوق الطعام. Okay. Four. Dad goes fishing in the lake. The children watch. Will he catch anything? Dad goes fishing in the lake. الوالد ذهب ليصطاد سمكة. The children watch. الأطفال يشاهدون. Will he catch anything? هل سيلتقط أي شيء؟ هنا يراجعنا موضوع أخذناه باليونت بالفصل الأول. أوكي. اللي يراجع هنا هو المضارع البسيط. زمن المضارع البسيط. وين موجود هنا زمن المضارع البسيط؟ That goes. الأس الموجودة بكلمة go. هي أس الشخص الثالث اللي تجي بالمضارع البسيط. إيش وقت تكون الكلمة بها أس وإيش وقت تكون خالية مجردة من الأس؟ إذا كان الفاعل مفرد الفعل حيكون بيه أس الشخص الثالث. أما إذا كان الفاعل جمع الفعل حيكون مجرد من أس الشخص الثالث. إذا تلاحظون هنا داد كوز هنا الفاعل مفرد داد فالفعل بيأس الشخص الثالث. وهنا he catches إذا تنتبهون الكلمة he catches الفاعل مفرد catches بيها أس الشخص الثالث. يلا نكمل قراءتنا. Dad goes fishing in the lake. الوالد والدنا ذهب للاصطياد السمك. The children watch. الأطفال يشاهدون. Will he catch anything? هل سيلتقط أي شيء؟
Yes, he catches a big fish. أجل إنه اصطاد سمكة كبيرة. Look, Dad caught a fish. It is very big. انظر، والدي اصطاد سمكة، هي جدا كبيرة. Let's cook it for the picnic. نعم، دعونا نطبخها للنزهة. The children collect sticks of wood and Dad makes a fire. الأطفال جمعوا عصي من الخشب والوالد يصنع النار. 7. Everyone watches carefully. كل شخص منهم كان يشاهد بعناية as the fish cooks on the fire. السمكة تطهى على النار. They have lovely picnic. هم حظوا بنزهة جميلة ومحببة with lots of delicious things to eat. مع الكثير من الأشياء اللذيذة للأكل. The fish is the best. السمك كان الأفضل. هنا انتهت قصتنا. راح نرجع لتماريننا بالكتاب، بكتاب النشاط. طلاب، هاي التمارين جدا مهمة، تجيكم بالامتحانات، تجيكم بالامتحان الشهري والنهائي، فأريدكم تركزون عليها. تمرين A. Listen and say. انظر وقل. Fire معناتها نار. ترجم ويا حبيبي على مود تكون واضحة عندك. الزم قلم وترجمها بالكتاب حتى تكون المعاني واضحة عندك، حتى تساعدك بحفظ التمارين. Fire شنو معناتها؟ معناتها نار. In back معناها يفتح. احنا اخذناها in back يفتح، يعني اخذناها ان هو يفرق سلة الطعام، يفتح سلة الطعام مات البيكنيك مات النزهة. فإن باك معناها يفتح. كاتش يمسك. 3. كاتش معناها يمسك. 4. ستيكس عصا. كيرفولي. 5. كيرفولي بعناية. 6. ديليشوز معناها لذيذ. راح أعيدها. 1. فاير نار. 2. إن باك يفتح. 3. كاتش يمسك. 4. ستيكس عصي. 5. carefully بعناية. 6. delicious معناها لذيذ. تمرين B. Now complete the verses with the word from A. تمرين B يقول اكمل العبارة من التمرين A. اكمل العبارة من التمرين A. 1. فراغ food. إذا أريد أن أقول أخذ كلمة من تمرين A وخليها بالفراغ الأول، شنو أختار؟ fire food طعام النار، لو steaks food لو طعام من العصا، لو delicious food. فالكلمة المناسبة هي delicious food. طبعا أنا حالت لكم إياها هنا حتى يكون واضح. فاختارينا delicious food طعام لذيذ. 2. make a fire. make a fire الكلمة المناسبة هي fire يعني يصنع النار. 3. catch a fish يمسك السمك، يلتقط السمك معناها. 4. in back a bag يفتح الحقيبة، يفتح الحقيبة. 5. collect sticks يجمع العصي، collect sticks يجمع العصي. 6. watch carefully يشاهد بعناية. سؤال مفردات مهم جدا جدا، المفروض تركزون عليه وتحفظوه. هنا التمرين C. write the verbs with the correct endings. هنا مثل ما وضحت لكم قبل شوية انه احنا اخذنا المضارع البسيط. المضارع البسيط يتكون من فاعل وفعل. الفاعل إذا كان مفرد he or she or it أو اسم مفرد يكون الفعل بأس الشخص الثالث، نضيف لأس الشخص الثالث، وعلمتكم طرق إضافة الأس الشخص الثالث. أوكي زين. إذا كان الفاعل جمع يعني مثلا children الأطفال هذا يعتبر جمع، وإذا كان we و they و you هذا يعتبر جمع. فش يكون الفعل؟
خالي مجرد من الاس. هنا انا بقى شو موضح لنا. I catch a fish. انا اصطاد السمك او التقط السمك. فلاحظنا انه الفعل catch خالي من الاس لان الاي تعتبر من الجمع، فاعل جمع. زين، لاحظ الجملة الثانية. Dad catches a fish. والدي يلتقط السمك. اوكي، الداد منفرد، فكاتش راح نضيف لها اس الشخص الثالث. يلا، فهسا مطينا اولا watch. اوكي، فراغ every فراغ تيفي. فاللي يريد من عندي هو مطيني الاجوبة، يريد من عندي انه انا اخلي بالفراغ الكلمة مطيني اياها مع الاضافة. فeveryone watches TV. everyone معناها كل شخص. كل شخص تعامل معاملة المفرد، نعاملها معاملة المفرد. اوكي، اذا لقيت everyone هي معناها كل شخص. اوكي، مو تكتب الفعل بدون اضافة لانه everyone تعامل معاملة المفرد. خلي هاي المعلومة ببالك، واذا تريد اكتبها ملاحظة على الكتاب. فصير everyone watches TV. 2. My mom goes shopping twice a week. والدتي تذهب للتسوق مرتان في الأسبوع. فالgoes ضفنا لها s لأنه my mom مفرد. لانا الفاعل لانا مفرد، فlike حصير likes playing. okay. 4. Make الكلمة اللي عندنا، فالجملة شنو؟ Dad makes a fire. والدي يصنع النار. لنا الحس. أحمد الصير has. أحمد has. أوكي، a new picnic. A new bicycle. أحمد has a new bicycles. 6. Hind always does her homework at 7 o'clock. فهند مثل ما تلاحظون أنه هي مفرد، فحيكون دو نضيف لها اس الشخص الثالث. طلاب الأعزاء، انتهى درسنا لهذا اليوم. التمارين جدا جدا مهمة، هن 3 تمارين. التمرين الأول تحفظون المعاني، التمرين الثاني أنه هو فراغات، هذا أجيبه بالامتحان، وهذا التمرين هم أجيبه بالامتحان. جدا مهم، مطلوب من عندكم تحفظوهن. انتهى درسنا هذا اليوم، نلتقي بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. مع السلامة.